السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن مرض السكر، وهو مرض بيأثر على استخدام جسمك للسكر او للجلوكوز. الجلوكوز اللي هو مصدر مهم جدا للطاقة في الخلايا. طبعا لو تم تجاهل المرض بيبدأ السكر يزيد في الدم علشان يعمل لي مشاكل تانية. هنتكلم ان شاء الله النهاردة على الثلاث انواع بشكل سريع كده، وعلى الاعراض اللي انا ممكن اشوفها والاسباب، وايه الريسك فاكتور او الحاجات اللي لو عندك لازم تبدا تاخد بالك منها، بحيث لو عندك ومش عارف تغيرها تبقى نقطه اساسيه فتعمل حسابك، ولو عندك وتقدر تغيرها نحاول مع بعض نقول لك ازاي تغيرها، بالاضافه لبعض المضاعفات اللي من اهمها البريفرال نيوروباسي، وهو التهاب في الاطراف الطرفيه بتبدا تحس ان رجليك مش حاسس بيها، بتبدا توصل لمشاكل تانيه. هكلمك عن افضل 5 تمارين لرجليك، هنتكلم باذن الله كل ده على مدار الحلقه، تابعنا باذن الله. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا بالنسبة للأنواع، معنا 3 أنواع: السكر النوع الأول، السكر النوع الثاني، وسكر الحمل. السكر النوع الأولاني بيكون بيحتاج إنسولين كده كده، وبيظهر أكتر، ملوش سبب معين، وبيظهر أكتر في سن الطفولة وسن البلوغ لحد سن 28 سنة 30 سنة. السكر النوع الثاني بيظهر من بعد سن 40 سنة، ليه أسباب تانية. سكر الحمل ده بيجي فترة الحمل، ولكنه أحيانا مع ولادة الطفل بيبدأ السكر ده يختفي. طيب بالنسبة للأعراض، الأعراض متشابهة كده كده في 3 أنواع، ولكن بتكون أكتر حدة أو أصعب أو بتظهر بشكل كبير مع حالات السكر النوع الأولاني، زي مثلا العطش المتكرر، كثرة التبول، الجوع الشديد، بالإضافة إنك بتنزل في الوزن بشكل سريع وغير مفهوم، بالإضافة لرؤية مشوشة، عينك مش شايف كويس، الصورة مبلورة قدام عينيك، بالإضافة أيضا لالتهابات متكررة في اللثة وخلافه. طيب امتى اشوف دكتور؟ لازم تاخد بالك هنا انك لو انت اب وبدات تشوف الاعراض دي على ابنك فانت لازم تتحرك على طول. ابنك ما بيتحركش وعنده شويه زياده في الوزن، لا، والموضوع ده كمان عنده النقط دي، فانت بتبدا تكشف عليه على طول عشان تشوف ايه الدنيا وايه الحوار. طيب او انت اصلا متشخص كسكر، انت حللت ولقيت السكر عندك عالي، فهمت الليله خلاص، فانت لازم تبدا تتابع مع دكتور. خلاص فهمنا امتى اشوف دكتور، سواء كطفل او سواء كراجل كبير. طيب بالنسبه للاسباب، الفكره في الاسباب مش عاوز ادخلك في تفاصيل كتير، بس يكفيك انك تعرف ان البنكرياس بيفرز الانسولين، الانسولين ده بياخد السكر يدخله الخلايا عن طريق المستقبلات او الريسبتور. طب لو حصل لي خلل في اي حاجه في الدوره دي تعمل لي السكر، البنكرياس في مشكله، الانسولين اللي بيطلع مش عارف ياخد السكر ويدخله نتيجه ان الريسبتور فيها مشكله، كل الحاجات دي نقط ممكن نشوفها. مش هقول لك كل نوع ايه علشان ما لخبطكش، بس هقول لك على الريسك فاكتور وايه الحاجات اللي وجودها بيحفز من وجود المرض ده اصلا او من وجوده عندك. فمثلا عندك زياده الوزن، لان زياده الوزن بتكون دهون في جسمك، فالدهون بتخلي الريسبتور او المستقبلات اللي بتستقبل السكر مع الانسولين تبدا تستخبى في الخلايا الدهنيه، وبالتالي بتواجه صعوبه، وبالتالي ممكن يحصل لك السكر نتيجة زيادة الوزن. ولكن لو خسيت والوزن قل والدهون قلت ممكن السكر ما يبقاش فيه سكر، فيبقى سكر نتيجة زيادة الوزن بس. او الخمول، انك ما بتتحركش، قاعد طول اليوم، حركتك قليله جدا لابعد الحدود، وبالتالي فانت بتستهلك طاقه قليله، وبالتالي الجلوكوز هيبقى موجود بشكل كبير. او الموضوع ليه تاريخ مرضي، والدك او والدتك عندهم السكر، فانت وارد ممكن يكون عندك نفس الموضوع، الموضوع وراثي. العمر، والعمر هنا مش كبار السن او صغار السن، لا، لازم اعرف بس ان في الفتره الصغيره الاولانيه 30 40 سنه فانت مهيئ السكر النوع الاولاني، بعد ال 40 النوع الثاني، او الحمل، ففتره الحمل وارد ان يكون عندك السكر مثلا في فتره الحمل ويختفي مع ولاده الطفل، ولكن بتزيد خطورته اصلا لو في زيادة في الوزن قبل فترة الحمل. فوجود سكر الحمل بيزيد من احتمال الإصابة بالسكر النوع الثاني. فمثلا لو انت عندك زيادة في الوزن وحملتي وجالك سكر الحمل، فانت مهيئة اكتر من غيرك ان يجيلك السكر النوع الثاني. ليه؟ لان كان في زيادة في الوزن قبل الحمل، لازم ناخد بالنا برضو من النقطه دي. او ضغط الدم المرتفع، كنا اتكلمنا ان الطبيعي 120 80، طيب لو 140 90 فانت برضو مهيئ للسكر النوع الثاني. وهنا لازم اقول نقطه مهمه، كنا عملنا حلقه كامله عن الضغط المرتفع وايه الحاجات المهمه وازاي اقلله وازاي افهم الدنيا، ممكن تقدر تشوفها من هنا اللي تحت، احطه لك كده كده تحت في الديسكريبشن. طيب بالنسبه للمضاعفات اللي انا ممكن اشوفها، مضاعفات السكر كتير جدا جدا جدا. لو رجعنا في كل الحلقات اللي فاتت في الريسك فاكتور او في الحاجات اللي بتزود، كنت دايما اقول لك السكر عامل في مساعده للمشكله دي، السكر بيعمل كذا، السكر ليه مشاكل في القلب، السكر ليه مشاكل في الكدني او الكلى، السكر ليه مشاكل في الكبد، السكر ليه مشاكل كتير جدا. ولكني هكلمك عن اشهر مشكله، وهي البريفرال نيوروباسي، وهي ان الاطراف السفليه بتاعت رجليك ما بتبداش تحس بيها، بتمشي مش حاسس برجليك. بنسمع شكوى من ناس كتير، اللي هو انا ببقى
لابس الشبشب مثلا وبيتخلع مني وبمشي حافي وما باخدش بالي، الجزمه بتتخلع وما باخدش بالي، وبالتالي لو حصل جرح فانت مش هتحس بيه، فبالتالي الجرح بيبدا يزيد 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 لحد ما يوصل لا قدر الله لا قدر الله لقطع في الرجل. طبعا دي حاجه بعيده جدا، ربنا يا رب يبعدها عن الناس كلها، ولكننا بنشوفها كتيره، او ما تعرف بالقدم السكري. فلازم اخد بالي ان النقطه دي موجوده. طيب عشان نتفاداها ازاي؟ هنتكلم على افضل 5 تمارين باذن الله تعملهم علشان يحسنوا لك النقطه دي. طبعا مش التمارين هي العلاج، انت لازم الاول تظبط سكرك، تظبطه مع دكتور، وبعدين مع التمارين دي باذن الله الموضوع هيفرق معاك كتير جدا. بالنسبه للتمرين الاولاني وهو القاف ستريتش، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، وانك بتحط رجليك على حاجه عاليه زي ما انت شايف كده بالظبط، وبتبدا تشد بحزام رجليك عليك. لازم اخد بالي واكد انت مش بتحرك رجليك اكتف، او انك ما بتعملش رجليك بنفسك، انت بتحط الحزام حوالين رجليك وتسيب رجلك خالص وبتبدا تشد بحيث تحس بشد في السمانه من تحت. حسيت بالشد يبقى انا كده شغال صح، شد مش وجع. خلاص حسيت بالشد، فضلت شادد شويه لمده 30 ثانيه، 30 ثانية وريح، 30 ثانية وريح، 30 ثانية وريح، من 3 لـ5 مرات، بتعمل الموضوع ده مرتين في اليوم. بالنسبة للتمرين الثاني هو البامب اب اكسرسايز، كنا برضو اتكلمنا عنه، انك بتحط حاجة تحت رجليك وليكن نفس الكورة دي، وبتحاول تزق رجليك على قد ما تقدر وتشدها عليك على قد ما تقدر، تزقها لقدام على قد ما تقدر وتشدها عليك على قد ما تقدر، بتعمل الموضوع ده من 10 ل 15 مرة، زودها أكتر ل 20 مرة، مرتين برضو في اليوم. بالنسبه للتمرين الثالث وهي السيركولار موشن، انك برضو بتحط رجليك على حاجه عاليه وتبدا تلف رجليك دايره كامله، بتلف رجليك دايره كامله في اتجاه عقرب الساعه مره وضد عقرب الساعه مره. وركز هنا النقطه ان رجليك كلها مش بتتحرك، ركبتك ما بتلفش معاك. طيب عشان اضمن ان ركبتي ما بتتحركش، بتبدا تحط ايديك على ركبتك لضمان ان رجليك ما بتلفش. ركز كده، الرجل كده بتلف ده غلط، لا انا هحط ايدي عليها اثبتها واضمن ان رجليا هتلف صح. عملت الموضوع ده تمام، عرفت اعملها، بتعمل 10 مرات في الاتجاه ده، 10 مرات في الاتجاه ده، مرتين في اليوم. بالنسبه للتمرين الرابع هو الستريت ليج ريزنج اكسرسايز، بنشتغل على الرجلين، الرجل اليمين والرجل الشمال. الرجل اليمين بتبقى متنيه يبقى هستخدم الشمال، بشد مشط رجل عليا على قد ما اقدر وببدا اطلع لحد ما تكون بموازاه الرجل الثانيه، بعيد بموازاه الرجل الثانيه بنزل بالراحه، وهكذا، بتعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مره، مرتين او 3 مرات في اليوم. التمرين الخامس وهو الهيب ابدكشن اكسرسايز، بتنام على جنبك بالشكل اللي انت شايفه ده، بتستخدم رجليك اللي تحت كمصده او كمخده بحيث رجليك ترتاح عليها، وتبدا ترفع رجليك لفوق وتنزل. الموضوع سهل جدا، بتطلع 10 ل 12 مره. لازم اخد بالي ان وانا بطلع وانا بنزل رجليا ما بتلفش لبره وانا بطلع، وبالتالي لما بتعمل كده فانت بتستهدف عضلات ثانيه انا مش عاوزها، فانا عاوزك لما تيجي تعمل رجليك بالشكل ده تبقى رجلك باصه لقدام طالعه لفوق ونازله لتحت، طالعه لفوق ونازله لتحت. عملت الموضوع ده كم مره؟ من 10 ل 12 مره، مرتين في اليوم. نهاية بأكد للمرة الأولى والثانية والثالثة، ودايما هقعد أكد النقطة دي، احنا هنا دورنا مش بنعالج، احنا دورنا هنا مش بنقولك العلاج السحري لكذا، لا، أنا بقولك التمارين اللي أنت تقدر تعملها في البيت، تمارين تقدر تعملها علشان تعالج البريفرال نيوروباثي أو التهاب الأطراف، بقولك المشاكل اللي تقدر تشوفها وتظبط أكلك من خلالها مش بعالجك، ما تستخدمش الفيديو كعلاج، أنت بتستخدم الفيديو كنصايح تقدر تتعامل بيها، فمثلا أنت بتروح لدكتور الأول لازم تظبط سكرك، عندك زيادة في الوزن لازم تظبط وزنك، عندك الضغط عالي لازم تظبط الضغط، فانت بتظبط كل النقط دي بالاضافه للتمارين دي هتساعدك في الموضوع، بالاضافه للنصائح اللي انا بقولها لك هنا هتفيدك، فانت ما تشخصش نفسك من هنا وتعيش وتعالج نفسك في النقطه دي. الفكره انا بقول لك نصايح وبس، انت طبقها هتفرق معاك، ولكنها ليست العلاج الفعلي لو الموضوع كبير. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم، ما تنساش تدعمني باللايك واللايك ومسامة الدعم الحقيقي اللي انت بتقدر تقدمه لي لو وصلت يعني لحد هنا. بس كده، سلام عليكم.